السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زيكم عاملين ايه؟ يعني نايمة نوم، ايش اقول لكم؟ نوم 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 على مستوى، والله من امس اليوم وانا اقوم وارجع انام. شبعانة. المهم دوش أخباركم؟ أحس أني أحس ما في برد ولا بصلع على الحبل. أحس أني أحس ما في برد ولا بصلع على الحبل. أحس إيش عند اللي ما تنزل مستوى هالوحل؟ برد عليك بس مش الحين، خلي بس اروق. ايش عند اللي تخيلوا قاعدة اسوي شو اسمه ذاك، اسوي توكلنا، سويت كل شيء بس باقي الكود. انتوا اللي علق معاكم الكود ترى يسكر لحد يجي، ذا اللي بيي ترى بيسكر 9:30 يسكر. انا شوي بروح بقالة، انا بس ابي اجيب اغراض. يقولون عادي يدخل ندخل بقالة، يعني ما أدري لسه للحين، يعني شلون ال شو يسمونه معلق. أنا أبي أشتري أغراض، يعني ما عندي أشياء بهانس. شوفوا موقف، انتظر بس الكود يدخل، أدخل الكود يعني. الله يهديكم. بس الحين انا بعديها وبسكت يا خالتي. طلعي الحين تحرشين ثاني مره، انا بسكت عنك وانا ادري انك بترجعين، واذا ما رجعتي لي ترجعين حق هند القحطاني، ولا ان هذا محتواش اساسا، محتواش خراب ومشاكل. الحين بنسكت احنا وبنشوف اخرتها. الحين قالوا لي خلاص خليها، اللي ياها يكفيها، ارجعي عشان بعد ارجع واحط الروابط واحط بعد اشياء ثانية. ارجعي زين، نشوف الحين اخرتها. ما اعتقد انش تعقلين، والله ما اعتقد انش تعقلين، بس نشوف. اعطي الشانس شوية، شانس كذي مخليك كفين أذى، كفين أذاش ولا لا؟ يلا خليك. خلاص يا بنات عطوها فرصة، عطوا الخالة فرصة، نخليها شوية تشوفها تعقل ولا لا. ساعة ونص سكر. أنا صراحة يعني توني قاعدة وياي بعد، شلون يعني ما تسوون تباعد؟ شلون يعني بتخلونا نرجع زي أول؟ ليه ما تسوون إيش يسمونه، تاخذون احترازاتكم وسمعون الكلام؟ يلا حين أنتوا اللي بتموتون زي ما صار لكم السنة اللي راحت، قعدتوا تصيحون كنا لا كلن يصيح على اهله وهو بيت هني في نفس المنطقه. قمتوا تصيحون صياح، اللي صيحته بامها واللي صيحته بابوها واللي والحين يوم هدوكم رجعتوا حق طير يلي. يلا الحين بترجعون، خلاص سووا احترازاتكم، ترى شوي بيصير الحجر الكلي. ترى اذا ما سويتوا وسمعتوا الكلام بيصير الحجر الكلي. انتوا اللي بتقعدون تصيحون تبشبشون، انتوا اللي بتقعدون تصيحون تبشبشون وتخربون علينا، احنا اللي ماشيين على النظام. اي والله العظيم انتوا بس يمعات وسهر
اي والله العظيم والله صاحي بيسكر. انا بطلب سياره علشان بروح البقاله. الله يفكنا من هالازمه. اي والله الله يفكنا نرجعنا على طريق اللي حق الحبسه كله منكم والله كله منكم. وبعدين بيصير عاد حظر التجول. الحين روحوا بعاد وقعدوا وسووا حفلات وسووا ذي وخلوا الدنيا تتنعفس. والله مفروض يفرضون عليكم قرامة مفروض والله. لحد يجي كله خلاص 9:30 يسكر. الحين بيسكر. أنا شوي بروح ترى انتظر سيارة. لازم تحملون توكلنا ها. شوفوا أنا ها حملته الحين بس معلق. حملته بس باقي الكود. حدي أنا شوي بروح ترى. بس طلب سفري. طلب سفري بس محمد. برادر. يعني والحلم.